جبتك يا ابني مشان اسألك عن التصرف السليم الذي يرضي الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيفك يا توفيق؟ الحمد لله. نحن لما بنختلف بأمر لمين بنحتكم؟ نحن بنقول قال الله وقال رسول الله. اسمع، أنا قبل ما أتصرف معك التصرف الشرعي اللازم مع أمثالك رقيم عليك الحجة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والشاهد يا عباد الله كالميل في المكحلة، وأنتم تعرفون ما الميل في المكحلة. والله الذي رفع السماء بلا عمد، أي منا يمكن أن يطول جماعه حتى يراه أربعة من الناس؟ أنتم يا من تدعون الشرف والإسلام والنخوة، أنتم يا من تقولون أن هذه الجرائم هي جرائم شرف زورا وبهتانا. أنا أتحدى وأتحدى أكبر طالب علم أنها قتل نفس فاعلها في جهنم، وإليك الدليل. ألم تسمع بقصة عمر مع المغيرة بن شعبة؟ وأن ثلاثة من الناس شهدوا عليه أنهم رأوه كالميل في المكحلة؟ إلا واحد قال استاني تهتزان ورجلان تخفقان وحفزانا شديدا، وهذا يعني عملية الجماع كلها. قال له هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال لا. هل تعرف ماذا فعل عمر؟ جلدهم الثلاثة ومنهم ابنه ولقد مات من الجلد. سأروي لكم حادثة أخرى. أن عمر كان يتعسس بالليل فسمع صوتا من أحد البيوت فتسلق على الجدار وإذ برجل يشرب الخمر، قال له عمر لقد رأيتك وسأقيم عليك الحد. هل تعلم ماذا قال له الرجل السكران؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وشهدت الخليفة بأربع شهادات مو واحد. فرجع عمر وترك الرجل. يا عباد الله، إن الله لم يفرض حدوده لمعاقبة الناس ولفتح أسرارهم، ولا الزنا لأنه زنا، ولا الخمر، وإلا لكفى بشاهد واحد. أنتم تعلمون بأن شاهدا واحدا يثبت صوم أمة، وشاهدان يفطران مليار مسلم، يعني الأمة بأسرى. إلا الزنا. أربعة لازم يشهدوا أربعة، وكالميل في المكحلة. أما نحن عندما نريد أن نقوم بشيء نحن بناخد كل شيء على هوانا، شو بيعجبنا بنعمل وشو اللي ما بيعجبنا ما بنعمل، وبحجة الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أما أنت فحكمك الآن كما يلي. أنت رميت محصنة مؤمنة بدون بينة وبدون أربعة شهود، وحدك كما قال الله 80 جلدة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. شو رأيك؟ جلدك؟ بجلدك؟ بس أنا ما رح أجلدك، لأنه في ولاة الأمر هن اللي بيتصرفوا. وإذا كانت الطاسة ضايعة والناس صفت حساباتها مع بعض بحجة الدين،
وبضيع الأمن والنظام. قبحك الله ما جئت به. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.